xereca no chão. Chão, chão, xereca no chão. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا علي عمار ورجعت لكم فيديو جديد. اصدقائي قبل ان نبلش بهذا الفيديو، خلونا نوصل هذا الفيديو لل 30,000 لايك. بعرف انكم كفو وقدها وبنقدر نجيبهم، بس اصدقائي بتمنى من كل اسطوره قاعد بيشاهد هذا الفيديو ينزل لتحت يحط اللايك ويشترك في القناه، اذا كان مشترك يفعل جرس التنبيهات عشان يصلوا بكل فيديو جديد عن فري فاير. وقبل ان نبلش بهذا الفيديو اصدقائي، مسوي لكم مسابقه على 3000 جوهر على الناس اللي ما بتعرف. وكمان قبل ان نبلش بالفيديو، حاب اشكركم كثير على 800,000 أخ وأخت على القناة. عن جد شكرا من القلب على كل شيء بتقدموه لإلي، على هذا الدعم الرهيب. عن جد يعني ما بعرف، كلمة شكرا قليلة جدا في حقكم. عن جد والله شكرا لكل شخص بيشارك فيديوهاتي، لكل شخص بحط لايك، لكل شخص بيشاهد فيديوهاتي أصلا. أوكي، فأصدقائي ما ضل كتير على المليون مشترك، إن شاء الله رح نوصل مع بعض للمليون أخ وأخت على القناة. وكمان يا أصدقائي قبل أن نبلش بهذا الفيديو، في عنا موقع التصويت زي ما أنتم شايفين باقي فقط 3 أو 4 أيام تقريبا، ورح يعلنوا النتيجة النهائية بهذا الموقع. فأصدقائي زي ما بتعرفوا كل يوم أنتم بتحصلوا على 1 توكن من هذا واحد توكن تبع تسجيل الدخول، وتلعبوا لمدة 30 دقيقة بتحصلوا كمان على 1 توكن. فأصدقائي بتمنى لا تقصروا معي، لأنه النتيجة النهائية رح تطلع بعد 3 أيام. فنحن حاليا توب 3 بهذا الموقع، بتمنى أنه نحن نضل محافظين على هذا الترتيب بالموقع أصدقائي، عشان لما تكون نتيجة نهائية يعني نكون احنا من اللي راح يسافروا للبرازيل. طبعا فيديو اليوم راح يكون على عجلة الظل، هذا الموقع اللي شايفينه. ولكن قبل ما نعمل فيديو اليوم على عجلة الظل يا اصدقائي، في شنطاي جديدة نزلت هان 150 جوهرة. صراحة كتير منكم سألوني على الانستغرام علي ممكن تجيب هاي الشنطاي ونشوف كيف شكل هاي الشنطاي. حاضر يا اصدقائي، راح نشحن جواهر وراح نجيب هاي الشنطاي وراح نشوف كيف شكلها، لانه انا كمان صراحة عندي فضول اعرف كيف شكل هاي الشنطاي. اوكي خلونا نشوف يا اصدقائي. هيك شحننا لازم اوكي هيك لازم يعطونا اياه. اوكي حصلنا على الشنطاي اصدقائي. طبعا هي شكلها جاي احمر هيك مثل الخفاش، بتشبه الخفاش. اوكي اعتقد هم عاملين هاي الشنطاي لمصاصين دماء، يعني بتقدر تلبس هاي الشنطه مع مصاصين دماء. اوكي ساك بالمغربي بيقولوا، مو ساك. اوكي فبعتقد بتقدر تلبس هذا الساك يعني او هاي الشنطه مع سكن مصاصين دماء، لانه نفس التصميم تقريبا. ما بعرف، شوفوا على الليفل 1 على الليفل 2 على ما بعرف كيف. صراحه الشنطه فيها شيء غريب، انا ما عجبتني صراحه، بس راح اجربها بالجيم وراح اشوف كيف شكلها بالجيم. اوكي طيب اصدقائي، واخيرا نروح لفيديو اليوم على حدث عجله الظل يا اصدقائي، ونحرق ابو عجله الظل. طبعا نحرق عجال كثير، ماكينه عجله الحظ طبعا، ماكينه الجولد ريال وهيك، بس هالمره عجله الظل يا اصدقائي. اول شيء اشرح لكم الموقع على السريع، ما بده شرح. زي ما انتم شايفين هان في هدايا عاديه، والجائزه الكبرى هي سكن البنت، صراحه سكن خرافي. فانت لازم يعني تلف اكيد بهذا الموقع عشان يعطوك. وطبعا سعر اللفه يا اصدقائي مثل في مواقع كثير فتحت تشبه هذا الشيء، سعر اللفه ما بيكون ثابت، سعر اللفه بيضل يزيد. والشيء الحلو بالموضوع انه الشيء اللي بيعطوك اياه مره ما بيعطوك اياه مره ثانيه. زي ما انتم شايفين هان كاتبين قم بازاله عنصرين غير ضروريين من مجموعه الجوائز. يعني عنصرين غير ضروريين يعني اذا انت شايف فيه هديتين مثلا، انا لو شفت الجولد او اكل القطه راح الغيهم فورا من هذا الموقع. اما انت شوف الاشياء اللي ما بدك اياها، انا راح اشيل رقصه اللهو هاي، وما بعرف شو راح اشيل شيء ثاني. انت شوف الاشياء اللي ما بتحتاجها، يعني انا عندي الرقصه هاي كمان تبع اوكي الرقصه تبع اللهو، في عندي الرقصه اوكي شخصية تبع سكن ماكسيم، لا ما راح اشيل سكن ماكسيم، شلت الرقصتين هذول. اوكي وبعدين بتكبس تاكيد انه هدول الشيئين انا ما بدي اياهم، بدي ازيلهم الموقع. اوكي تاكيد. وحاليا يا اصدقائي زي ما انتم شايفين صار فينا نلف بالموقع. اوكي سعر اللفه بيبدا من 29 جوهره وبيتضاعف يا اصدقائي، يعني السبين اللي بعده يمكن يكون 100 جوهره وهيك شيء، ما بعرف راح نشوف مع بعض يا اصدقائي. بس الشيء اللي بيطلع لك مره ما بيطلع لك مره ثانيه. وكمان في عندنا جوائز اضافيه، عند لما تلف 3 مرات بيعطوك باكج، وخمس مرات كمان باكج، 7 مرات كمان باكج، بس ما بعرف شو بيطلع فيهم هاي الباكجات، راح نشوف مع بعض يا اصدقائي. اذا لفينا 7 لفات رح ناخذهم ونشوف شو بيطلع فيهم. اوكي فيلا اصدقائي نبلش. هيك اعتقد شرحنا الموقع كله، خلونا ناخذ اول سبن يا اصدقائي ب 29 جوهره. وتخيلوا من اول سبن يعطوا هيك علي عمر سكن، والله اوكي اعطونا شخصيه انطوني. اقطع ابو شكلك يا اخي، والله شخصيه انطوني بكل المواقع بتطلع لي انت. اوكي طيب اصدقائي سعر اللفه صار 99 جوهره زي ما انتم شايفين، واللفه اللي بعدها راح يكون اغلى، واللي بعدها راح يكون اغلى. او ماي جاد. اوكي طيب اصدقائي والله 99 جوهره يعني السعر قاعد يزيد الضعف مرتين او 3 مرات. اوكي طيب اصدقائي راح نشوف بعد 99 جوهره يا رب يطلع لنا سكن يا اوكي. هاي القنبله والله ما بعرف، هاي القنبله ما بعرف اذا عندي اياها او لا.
ما بعرف، بس اذا ما عندي اياها نايس واذا عندي اياها فابيض جولد. اوكي طيب اصدقائي، اسم اللي بعده 200 جوهره، او ماي جاد 199 جوهره يا اصدقائي. طيب خلاص يعني والله العظيم مو لازم تخلوني الاخر. اوكي هي بطاقتين يا اخي. اوكي طيب اصدقائي، نشوف السبين اللي بعده ب 300 جوهره، 299 جوهره. يا اخي اعطوني سكن وريحوني، يعني لازم تخلوني الاخر سبين. اوكي اعطونا الشنطه. اوكي بس الحلو بالموضوع يا اصدقائي، هاي الشنطه. اوكي بس الحلو بالموضوع انه الشيء اللي بيعطوك اياه مره ما بيتكرر مره تانية. سعر السبين اللي بعده 449 جوهره، او ماي جاد. بس الحلو بالموضوع مثل ما حكيت، الشيء اللي بيطلع لك مره ما بيطلع لك مره تانية. والسيء بالموضوع انه السعر كل مره بيزيد. اوكي بطاقه تغيير، يا اخي بطاقه ادفع 500 جوهره عشان بطاقه تغيير الاسم؟ يا اخي بقدر اغير اسمي ب 300 جوهره انا. اوكي طيب السبين اللي بعده شوفوا 650 جوهره. يلا اعطوني سكن يا اخي والله ريحوني. اوكي بطاقتين، طقتين استغفر الله العظيم. اوكي طيب باقي اثنين. شوفوا سعر السبن ما ضل عندي جواهر، 899 جوهرة وانا عندي بس 812 جوهرة. اوكي اعتقد اليوم راح يخلوني ادفع 10000 جوهرة عشان احصل على هذا السكن. خلونا نروح نشحن. اوكي دحنا اذا شحنا، خلونا نشحن 2000 جوهرة يا اصدقائي، لانه اذا شحنا 1000 جوهرة راح نقدر، ما بعرف بعتقد بوقتها ما راح نقدر نلف السبن اللي بعده، لانه انا متاكد مليون بالمية انه هم راح يخلوني لاخر سبن، ما راح يعطوني سكن هيك الا اخر سبن راح يعطوني اياه. اوكي طيب اصدقائي نرجع للموقع مرة ثانية. 899 جوهرة يا اصدقائي، 899 جوهرة يا اخي والله حرام. اوكي طيب اصدقائي يلا خذوا 899، يلا سكن سكن ارجوكم، وقفوا على السكن، وقفوا على يا اخي ماكسيم اقطع ابو شكل. اوكي طيب ما عندي هذا السكن انا، والله ما عندي هذا تبع ماكسيم، نايس. اوكي طيب اصدقائي شوفوا يعني 1199 جوهرة، يعني خلاص يعني خلاص اكيد راح يطلع لي، يعني معقول ما يطلع لي يعني هو الوحيد اللي ضل بالعجلة وما يطلع لي بالاخير؟ يعني والله بتوقعها يا اصدقائي، بتوقع هذا الشيء. انا من كتر ما حظي سيء يمكن يطلع لي جولد، ما بعرف من وين بس يطلع لي. اوكي طيب في عندنا البقجات هاي زي ما انتم شايفين يا اصدقائي، خلونا نشوف شو بيطلع بهاي البقجات. اوكي بطاقة دايموند رويال، طيب خلونا نشوف الباكج تبع الخمسة، بطاقة تبع ماكينة الاسلحة. اوكي خلونا نشوف الباكج الاخير، اوكي البطاقة تبع الحاضنة. بس المشكلة انه بطاقة بس قطعة واحدة قاعدين بيعطوني، طيب اعطوا خمس قطع يا اخي، ليش بخيلين؟ ليش والله يا اخي علي عمر بيستاهل، يعني 15 بطاقات. خلونا نشوف البطاقة الخايسة شو راح يطلع لنا فيها هاي. اوكي مش جولد، بس مش جولد ارجوكم مش جولد. اوكي خلص تعدت مرحلة الجولد. اوكي ثلاث نقاط فاير باس، يعني اخيس من الجولد. اوكي في عنا هان ثلاث سبنات يا اصدقائي على السريع، خلونا نفتحهم. تخيلوا يطلع لي الكيوب ماجيك هيك يا اخي، حنوا علي مره حنوا علي يا قرين. اوكي طيب هذا سكن ما طلع لنا شيء كويس. خلونا نشوف اصدقائي هلا نروح ناخذ شخصيه بنت ونلبس السكن، نلبسها الدحى جديده. اوكي طيب روح لعند الشخصيات اصدقائي ونجيب شخصيه كيلي. طبعا بتعرفوا شخصيه كيلي انا بالنسبه لي عارضه الازياء بلعبه فري فاير. اوكي طيب عندنا سكن، هذا سكن تبع ماكسيم. اوكي نايس يا اصدقائي، انا ما عندي هذا السكن صراحه. سكن تبع البنت شيء اسطوري يا اصدقائي، يعني فعلا او ماي جاد والله العظيم، يعني ما بعرف يا اخي نزلوا سكن للشاب كان نفس التصميم، وسكن الشاب خايس حطوه يا اخي، ما بعرف كيف شكله هيك متعجرف وسكن عملاق. شوفوا سكنات البنات بحطوها سكنات خرافيه، ليش يا اخي؟ خلونا نفتح السكن يا اصدقائي ونلبسه، ما بدي اضل اطلع بسكن كتير لانه بتذكر سكن الشاب وبحقد عليهم. اوكي فطيب اصدقائي هيك لبسنا سكن، خلونا نشوف يا اصدقائي عندنا البطاقات هون. اوكي فهذا هو سكن يا اصدقائي مثل ما انتم شايفين صراحه. اوكي سكن خرافي ما راح احكي شيء، بس انا حاقد عليهم، هي احلى ورده الاحلى اصدقاء، بس انا حاقد عليهم ليش سكن تبع الشاب ما كانوا نفس التصميم، ولكن سكن تبع الشاب كان عملاق وكان خايس ليش؟ وسكن البنت والله بدي اصير العب بسكنات بنات، بدي اصير العب شخصيه بنت. اوكي شوفوا والله كيوت يا اصدقائي، والله سكن خرافي. اوكي طيب اصدقائي خلونا نرجع ناخذ شخصية الشاب، وما بدي اطلع بالسكن كتير لانه بندم على سكن الشاب اللي راح هيك كان عملاق مثل الدبابة. اوكي طيب خلونا، احنا كنا حاطين شخصية جوزيف ولا اي شخصية؟ لا كنا حاطين شخصية كلا تبع البوكس بعتقد. اوكي تعال يا كلا حبيب قلبي، كلا انت، اوكي انت الوحيد اللي ما بتشبه الجولد يا كلا. اوكي اصدقائي فهذا كان الفيديو لليوم، بتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، بتمنى تكونوا ما نسيتوا تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه اذا ما كنتم مشتركين، تفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم كل فيديو جديد عن فري فاير يا اصدقائي. اوكي وشكرا مره ثانيه عن جد من القلب على 800,000 اخ واخت على القناه يا اصدقائي، عن جد متحمس كثير على المليون يا اصدقائي، ما ضل كثير على المليون، عن جد كثير متحمس وان شاء الله بنوصل المليون بدعمكم يا اصدقائي. اوكي وكمان مثل ما حكيت لكم على موقع التصويت المسابقه اللي حكيت عليها بدايه الفيديو أصدقائي.
اصدقائي. اول شيء شروط المسابقه، تشترك بالقناه على اليوتيوب، تابعني على الانستغرام، اصلا المسابقه على حسابي على الانستغرام، رابط حسابي على الانستغرام تحت بصندوق الوصف. اوكي، المسابقه راح تكون بعد يومين على حسابي على الانستغرام. كل ما عليك انه تشترك بالقناه وتروح على الديسكربشن بوكس على صندوق الوصف، تابعني على الانستغرام. بعد يومين يا اصدقائي راح انزلكم ستوري اقول لكم اليوم هو الموعد تبع روم ال 3000 جوهره. اوكي، قبل ما اعمل هذا الروم بسبع ساعات او بخمس ساعات راح انزل ستوري طبعا اخبركم فيه، اقول لكم بعد خمس ساعات او ست ساعات الوقت اللي انا محدده بالستوري الاول يا اصدقائي، راح انزلكم ستوري ثاني اكتب لكم فيه الاي دي وكلمه السر تبع الروم. وطبعا لازم تكون سريع من اول الناس اللي تشوف ستوري عشان تقدر تشارك بالروم. وبعد ما يتعب الروم يا اصدقائي راح نقول جو. اوكي، واللعب راح يكون على المراكز الاولى، اللي بيجيب البويا المركز الاول والمركز الثاني والمركز الثالث هم اللي بيكونوا الفائزين. كل شخص فيهم راح ابعث له هديه بقيمه 1000 مجوهره ان شاء الله. فهي المسابقه اصدقائي اذا كنتوا حابين تشاركوا فيها، فمره ثانيه رابط حسابي على انستغرام تحت بصندوق الوصف. ولكن بنكون وصلنا لنهايه الفيديو اصدقائي، كان معكم علي عمر واشوفكم ان شاء الله على خير.